السلام عليكم شباب، وياكم عبد الله. واليوم شرحنا عن اللعبة The Day After Tomorrow. بالفيديو السابق شرحت عن كيف تتخلص من القرار اللي عندك وتودين للبيت. ايضا شرحنا عن دليل البقاء اللي هو الكتيب اللي يعطيك مهمات حتى تنجزها ويرتفع مستواك. وهنا راح اشرح الاشياء اللي ما وضحتها بالفيديو السابق والغير واضحة راح نوضحها. قبل هذا كله يا شباب، تعرضت لسطو مسلح يعني هجموا على البيت وفلشوه واخذوا الغراض. شوف مثل ما تشوفون هذا الدرج مكسر، ويعني ما ادري يعني ما كل شيء ما مكسر، انا اثقوا بها الدليل. والدرج اللي فوق حتى الدرج اللي فوق مكسر، ما ادري بيها بيها هجوم وما شني. المهم طلع صدق. ف يابا اخذوا غراض، عندك هنا اكو اشياء جاي تختفي، جاي تطلع تختفي بالصندوق مثل ما جاي تشوفون هنا. شوف هذا اختفى يعني ماخوذ. اوكي طبعا كل شيء يصير عندك، يعني سطو مسلح هجوم، يعطونك اشياء قراض اسلحه هدايا، كل راح تلقاهم بالبريد. فانت روح للبريد راح تشوف منو الهجم عليك. يلا عندك هذا وبالبريد المره الاولى الجاي، يعني مفلش لباب ورايح ناوي براجع هو بنيه يعني. فهنا المره الثانيه هنا عندك الاغراض الماخذين، شوف ماخذ له قطتين عصير والغام، هذين اشياء سهله. شوف حتى الطحينات ماخذها خرب منه. هنا عندك الاشياء اللي دمرت يعني كلش، يعني درجين وما شنو، باب يمكن بابين. هنا الاشياء دمجت، الاغراض كلها دمجت، يعني هو مدمجين ما ادري حاقد عليه يمكن 16% ماخذ. فيا عزيزي اللاعب تلاحق على روحك وطور البيت بهذا اللي شلون يصير احمر، اي هذا يعني ينصنع من شغلات تلقاها بالسوق. نجي هسه على التعليقات. التعليق الاول يقول شلون تسوي سلاح. صدق اكو طريقتين تسوي بيها سلاح، اللي هو يا اما الكرافت، تروح على الكرافت والقوس اكثر شيء او اسهل سلاح، هذا ينصنع من خشب وطابوق. عندك الطريقة الثانية، الطريقة الثانية يا صديقي الاسلحة الثقيلة. الاسلحة الثقيلة تلقاها بهاي الماكينة والدروع ايضا. هنا عندك اول شيء الغناص اللي هو متعلمه، يريد لك يعني 1200 خشبة، والشوتجان يعني تفتحها بالتعليم. واذا ما تقدر تصنع لك سلاح اخذ لهم سكينة المطبخ، ترى كلش قوية. طبعا هذا فائدته انه يطور البيت ويفتح لك اثاث جديد وتعزيز البنيان. ايضا انا مطور ليفل 2، اقدر اطور ليفل 3 اذا جمعت هاي القراض اللي امامكم. وايضا المهارات لازم اسويها كلها 12 و12. عندك هنا المهارات، المهارات ما وضحناها. عندك اول شيء الانتاجية، والثانية الصناعية، والثالثة الاسلحة. طبعا المهارات متصنفة على شكل يعني مهارات تستعملها، ومهارات يعني تقدر تتعلمها، ومهارات راح يعني تجمعها. وكذلك ايضا بالصناعية او الحرفية يعني راح تقدر تستعملها وراح تشوف تأثيرها. طبعا التعليم او الكشف عن اشياء جديدة مو بس بالمهارات، ايضا موجودة بهاي الالة، تقدر تخمن اشياء يعني عشوائيا حتى تسوي لها كرافت. جاني تعليق من صديق يقول انا طيت جميع الاغراض اللي عندي اللي بجنب الطيارة، للشخص اللي واقف جنب الطيارة، ورجعت للبيت ويعني لقيت النصهن. فتعال اقول لك انت شنو، وين اغراض الولد؟ شو مدريني ترجعهن لو بالبومبوكشن هاي. شوف صديقي، تأكد انك اعطيت القرارات جميعها لهذا الولد الموقف جنب الطيارة، والاغراض اللي ما تريدها ما محتاجها امسحها وارجع للبيت بسلام. الانجازات اليومية يا صديقي، الانجازات على شكل لافتة موجودة بالمنطقة الخريفية، تقدر تاخذ هاي الانجازات وترفع بيها مستواك وتنجزهم. مثلا على سبيل المثال عندك هذا الغرض، شنو فائدته؟ هذا الغرض راح يزود لك نقاط الخبرة اللي راح تساعدك بالتطوير. هسه نتكلم يا شباب عن منطقة 101. منطقة 101 يا شباب اللي بيها واحد قفاص يبيع لك اشياء حتى يقفصك بيها. تقدر من هذا المحل تصنع بيها آلة التصليح حتى تصلح بيها دروعك والاسلحة. ايضا يا شباب تقدرون تجمعون على ناس، يعني اشخاص يطلعون لك عشوائيا 5 مرات تقدر تجمع عليهم. اكو ناس يعني اصدقائك يمك ما تقدر تجمع عليهم، تقدر يعني تزورهم كذا. يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. طبعا اذا كان عندك شي تتساءل عليه او عندك مشكلة باللعبة لا تنسى تطرحها انه بالتعليقات، واحنا راح نقرأها ونجاوب عليه. اشوفكم على خير، مع السلامة.